بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كويس إن أحدكم يعني طرق موضوع التوبة بالنسبة لآخر العام يعني، وأن الإنسان يجلس إلى نفسه ويحاسب نفسه. وطبعا من المهم جدا في حساب النفس ان الواحد يشعر انه محتاج الى توبة، لان ناس كتير يظنون انهم ليسوا في حاجة الى توبة. انفسهم جميلة في اعينهم وطرقهم جميلة في أعينهم ومتمسك باللي هو فيه وما يحبش يغير، ويقول أنا عامل إيه غلط علشان أتوب. توبة دي تقولها للأشرار: أنا لست مثل الظالمين الخاطفين الزناة ولا مثل هذا الأشرار. مش محتاج لتوبة. اللي يفتكر انه مش محتاج لتوبة هو لم يعرف نفسه جيدا ولم يكتشف خبايا نفسه، او انه هو بيبرر كل عمل يعمله وكل خطأ يعمله، يشوف له عذر ويقدم العذر على اعتبار ان الاعذار تغطي الخطية فلا تظهر. فلازم الواحد يعرف انه محتاج الى توبة ويكتشف اخطائه، وان ما قدرش يكتشف اخطائه بنفسه يخلي غيره يرشده عليها. لكن في ناس برضو ما يقبلوش ان واحد يقول لهم انتوا غلطانين. هو جايز يقبل ان نفسه يقول عن نفسه انه غلطان، لكن ما يحبش يقبل لحد يقول له غلطان. برضو الكبرياء دي تمنع من محاسبة النفس. وإن ما كانش الواحد يعرف أخطائه ويعرف نقائصه مش ممكن هيتوب أبدا. هو مبسوط باللي هو فيه، بل يمكن ربما عايز كل الناس يبقوا زيه بما هو فيه برضه. فيبقى أول حاجة في التوبة لازم يشعر إنه في احتياج إلى التوبة، وإن ما كانش في احتياج من أجل خطايا معينة على الأقل من أجل الخطايا التي في الفكر وفي القلب وفي النية. جايز واحد ما يعملش خطية بالفعل لكن يحب انه يعملها وقلبه لم يعد نقيا بعد امام الله. ومفروض أن الإنسان يكون نقي قلبا وفكرا ونقي من جهة النيات أيضا، ليس من جهة ما عمله فقط وإنما أيضا ما ينوي أن يفعله. ودي أخطر، لأن ما فعله دي بالنسبة للماضي، لكن ما ينوي أن يفعله خاص بالمستقبل. ثم أيضا مفروض أن الإنسان ليس فقط يسعى إلى التوبة بمعنى يتخلص من خطاياه ولا من نواياه، وإنما أيضا ينمو ويسعى نحو الكمال. ومن هنا ممكن الإنسان
إما يحاسب نفسه عن خطاياه أو يحاسب نفسه عن نقائصه. نقائصه يعني ما ينقصه من الفضيلة، مش ضروري يحاسب نفسه على خطاياه، يعني على السلبيات، لا، إيه اللي ينقصه من الفضيلة؟ لأن ما دام الكتاب بيقول لنا كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل، يبقى يشوف بينه وبين الكمال إيه اللي ناقصه لكي يكون كاملا، إيه اللي ناقصه لكي يكون كاملا. مش بس إن هو لا يعثر آخرين، وإنما أيضا ليكون قدوة للآخرين، يعني من الناحية الإيجابية. إزاي الواحد يحاسب نفسه؟ يحاسب نفسه على خطايا القلب والفكر والحواس والنيات، ويحاسب نفسه على النقائص التي تنقصه في طريق الكمال. وربنا من مراحمه الكثيرة لا يشاء إننا تنكشف لنا خطايانا كلها مرة واحدة لئلا نقع في صغر النفس، إنما كل شوية والتاني يسمح بأن خطايا تتكشف لنا عشان نتوب عنها شوية بشوية، لكن مرة واحدة صعب. وإذا كان القديسين نفسهم بيقولوا إن احنا خطاة، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ أول حاجة بقول يشعر الإنسان بخطيته كأنه محتاج لتوبة. تاني حاجة يعرف إيه الخطية دي توصله لحد فين، أو اسم الخطية عند ربنا إيه. الخطية تعتبر موت، عشان كده في قصة الابن الضال الأب قال ابني هذا كان ميتا فعاش. هو ما كانش ميت بالجسد، كان ميت بالخطية، زي في الرسالة إلى أفسس يقول كنتم أموات بالذنوب والخطايا، فالخطية موت. وقال لراعي كنيسة ساردوس في سفر الرؤيا إن لك اسم إنك حي وأنت ميت. هذا كان راعي كنيسة، ويسموه ملاك الكنيسة، ومع ذلك له اسم إنه حي وهو ميت. يا ريت كل واحد يقعد بينه وبين نفسه لئلا يكون له اسم انه حي وهو ميت ومش دريان. فاذا كانت الخطيه موت تعتبر التوبه كانها قيامه من الاموات، قيامه من موت الخطيه، زي ما بيقول القديس اغسطينوس، بيقول موت الجسد هو انفصال الروح عن الجسد، لكن موت الروح هو انفصال الروح عن الله. إذن الخطية أيضا هي انفصال عن الله. وأنت طبعا ما تحبش أنك تكون منفصل عن الله، على الأقل لأنك ما تقدرش تستغني عن ربنا. إزاي هتنفصل عن ربنا؟ أنت ما تقدرش تستغني عنه، لابد هتمر عليك في حياتك ضيقات ومتاعب، تقول يا رب، يقول لك رب رجعنا دلوقتي، نقول يا رب كنت فين من زمان، فتحسن علاقتك مع ربنا من دلوقتي، لأن هتحتاج له، هتحتاج له مش بس من جهة الاحتياج، أيضا من جهة الحب، إنك تحب ربنا.
فالخطية بتعتبر موت وبتعتبر انفصال عن الله وتعتبر معاندة للروح القدس. عشان كده استفانوس الشماس قال للكتب الفرسيين، قال لهم أنتم مثل آبائكم بتقاوموا الروح القدس. وأيضا في بعض رسائل بولس يقول لا تحزنوا الروح، أن الواحد بيحزن روح الله التي فيه. زي ما قال واحد من القديسين، قال الخطية بتسبقها إما الغفلة لإما الشهوة لإما النسيان، إما الشهوة لإما الغفلة لإما النسيان. يعني إيه النسيان؟ يعني الواحد بينسى ربنا من جهة، وينسى وصية الله من جهة أخرى، وينسى نفسه من جهة ثالثة. يعني إيه ينسى نفسه؟ يعني لازم يعرف إن هو يذكر إن هو ابن لله، وبيصلي يقول أبانا الذي في السماوات. فإزاي يبقى ابن لله وفي نفس الوقت يسلك هكذا في الخطية؟ هل أي واحد في الدنيا يشوفكم بتخطئوا يقول دول أولاد الله؟ مش ممكن، يقول لك أولاد الله يبقوا بالشكل ده، ده مستحيل. عشان كده ربنا يسوع المسيح لما الكتب والفريسيين كانوا بيفتخروا بأنهم أولاد إبراهيم، كان يقول لهم لو كنتم أولاد إبراهيم كنتم تعملوا أعمال إبراهيم، لكنكم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا. يبقى اللي بيخطئ خطية كأنه من أولاد إبليس. شوف الخطية وصل بيها لحد فين، إنه بقى من أولاد إبليس وشهوات أبيه يريد أن يفعلها. أنت لما تقعد تحاسب نفسك، حاسب نفسك على عدة أشياء. أول حاجة على الخطايا المتكررة التي تذكرها في كل اعتراف ولم تتب عنها. ثانيا، حاسب نفسك على كل انواع الضعفات اللي عندك كله. في واحد مثلا من ضعفاته لسانه تعبه باستمرار، يخطئ بلسانه ويدان بلسانه ويرجع لنفسه يقول كثيرا ما تكلمت فندمت، ويرجع يخطئ تاني ولسانه تعبه. واحد مثلا محاربه حب الظهور، عايز يبان، واحد عايز يبقى مصلح وكل الناس غلطانين. خطية في داخله كبرياء عايز يبطلها، مش عارف. برضه في الحالة اللي زي دي غلطت كتير من الناس، يقف قصاد ربنا يقول له رب أوعدك ما عدتش أعملها تاني، ويرجع في وعوده. بدل ما يقول يا رب أوعدك إني ما أعملهاش تاني، يقول له ساعدني يا رب إن أنا ما أعملهاش تاني، أعطيني القوة إن أنا أتخلص من الخطية. في آية جميلة جدا يا ريت تحطوها في مخكم وفي كل ما تتكلموا على التوبة، وهي ما ورد في سفر أرميا النبي، أرميا 31:18، يقول توبني يا رب فأتوب، توبني يا رب فأتوب. أنت اللي تتوبني، أعطيني روح التوبة، أعطيني تبكيت الخطية في داخلي،
اعطيني أن أعرف خطاياي، اعطيني أن أنا أشمئز من الخطية، اعطيني أن أنا أكره الخطية، اعطيني أن لو الخطية عرضت عليها 100 مرة أقول لا وأرفض، ليس رفضا لمجرد إطاعة الوصية إنما رفضا لكراهية الخطية. فعشان تتوب لازم تسكب نفسك أمام الله وتطلب منه معونة تساعدك على التوبة. تقول له أعطيني يا رب أن أحتفظ ببنوتي ليك، لأن الابن الضال لما سقط قال له لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. أنت تقول له يا رب وأنا ولا حصلت أجير حتى، دي اللي عايز يتوب. لازم يعرف ان هو بيدعي انه ابن لله ويصلي يقول ابانا الذي في السموات وهو بعيد جدا عن هذه البنوة، وربما يجدف على الاسم الحسن بسببه، وربما يعثر الاخرين ويوقعهم في الخطية بأعماله أو بأفكاره، زي واحد عنده فكرة غلط وينشرها وسط الناس وهو فاكر إنها صح. ولذلك أنت تتوب عن الخطايا التي تعرفها والتي لا تعرفها، واللي بتعملها بإرادتك واللي بتعملها بغير إرادتك، وتتوب عن الخطايا اللي تكون في أحلامك حتى، لأن الأحلام ربما تعبر عن رغبات النفس، فليست كل الأحلام خطايا غير إرادية، غالبا أحلام الخطية تكون شبه إرادية. يعني إيه شبه إرادية؟ لا هي إرادية كاملة لأنه مش صح النفس، ولا هي عدم إرادية لأنها بسبب إرادة سابقة وبسبب شهوات سابقة ورغبات سابقة وتخزين سابق جوه العقل. عايز تحاسب نفسك، حاسب نفسك على خطاياك تجاه نفسك وخطاياك تجاه الله وخطاياك تجاه الناس. وفي كل ذلك قول أنا ساعة الخطية بنسى حاجتان، بنسى إن أنا خلقت على صورة الله ومثاله. مين يشوفك في حالة الخطية ويقول ده صورة الله؟ ده صورة الله ده بالشكل ده مستحيل. لذلك القديس أثناسيوس بيقول لما الإنسان سقط فقد صورته الإلهية، وعشان ربنا يرجع له الصورة اللي خلق عليها تجسد وظهر أمامه في الصورة المثالية التي ينبغي أن يكون عليها. لأن يوحنا الرسول بيقول في رسالته الأولى إنك أنت ينبغي كما سلك ذاك أي المسيح تسلك أنت أيضا. والمسيح بيقول تركت لكم مثالا زي ما أنا عملت تعملوا. فهل أنت في حالة الخطية بتكون بتسلك كالمسيح، بتكون صورة لله، بتكون ابن لله، ولا يجدف على الاسم الحسن بسببك؟ وفي خطايا الواحد بيعملها بيضر نفسه فقط، وفي خطايا بيعملها بيضر الآخرين أيضا، يضرهم عملا أو فكرا بيضر. وجايز يتوب عن خطيته لكن اللي ضرهم لسه قاعدين في الخطية،
زي واحد بينشر بدعة وبعدين هو تابع للبدعة، لكن اللي سمعوه ما زالوا متمسكين به. هقول أنا تبت ورحت، الخطية راحت فين؟ ما موجودة في غيرك بسببك. أنت تحاسب نفسك على كل هذا، على إيه اللي بتعمله وإيه اللي ناوي تعمله. نحن بنقول حل واغفر واصفح لنا عن سيئاتنا اللي صنعناها بإرادتنا وبغير إرادتنا، اللي فعلناها بمعرفة وبغير معرفة، الخفية والظاهرة. طب مين بيصلي من أجل إن ربنا يغفر له الخطايا الخفية؟ تقول لي طب وإيه الخطايا الخفية دي؟ دي قصة طويلة هي أخرى. ما جايز انت قلت كلمة وفاكر انها كلمة مظبوط وجرحت شعور واحد وانت مش حاسس، او لخبطت مخ واحد وانت مش حاسس، او غيرت فكر واحد وانت مش حاسس. عشان كده تكون محترس، محترس في كل فكر وفي كل كلام. وتذكر ايضا الحاجه اللي بتنساها، انك انت هيكل للروح القدس والروح القدس ساكن فيك، زي ما ورد في كورنثوس الاولى 3:16: ألستم تعلمون انكم هياكل للروح القدس والروح القدس ساكن فيكم؟ فانت لما بتخطئ بتنجس هيكل الله، والكتاب بيقول له من يفسد هيكل الله يفسده الله، برضه في كورنثوس الأولى. وبيقول لك تعتبر نفسك كأن أعضاءك أعضاء المسيح نفسه، لأن بيقول أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الأغصان دي أعصام في الكرمة، لكن هو أنتم. ولذلك في خطية الزنا يقول بولس الرسول: أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ الكلام صعب. أنت مسكن للروح القدس، بالخطية بتحزن روح الله، وتبقى في خطر أن يفارقك روح الله. عشان كده داود نبي كان بيوثق من الناحية دي، ويقول روحك القدوس لا تنزعه مني، روحك القدوس لا تنزعه مني. جايز روح القدس ربنا لا ينزع منك، لكن ينزع منك عمل الروح القدس فيك، لأنك ما استجبتش ليه. النعمة تعمل معاك وانت ما استجبتش للنعمة، والروح القدس يعمل معاك وانت ما استجبتش، يسيبك بقى لحالك، يبقى تخسر الروح القدس. لازم وانت بتعمل اي خطية او بتقول اي كلمة غلط تفتكر ان ربنا شايف وربنا سامع وربنا واخد باله وربنا بيحاسب وبيسجلها لك. اللي انت عامله ده بيتسجل لك. مين فينا كل ما بيخطئ بيحط في نفسه ان ربنا قصاده وربنا شايفه وربنا بيسمع وربنا بيحاسبه على كل حال؟ بيكون ناسي ساعتها. يعني الخطية تلقي عليه سباتا فلا يحس بإيه اللي بيعمله، تخدره فلا يعرف ماذا يفعل، مش واخد باله بيعمل إيه. ده مش تبعنا، لا. الخطية تعتبر هزيمة وليست انتصارا،
في واحد يفرح انه قدر يحقق اماله في الخطايا اللي هو فيها، لكن خطية تعتبر هزيمة. عشان كده ربنا في سفر الرؤيا وعد الغالبين، يعني لازم تجاهد وتغلب علشان تكافئ في اليوم الأخير. هل في كل مرة أنت من الغالبين ولا من غلبانين؟ عندك غلبة ولا غلب؟ إيه اللي فيك؟ من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، من يغلب فسيجعله يلبس ثيابا بيض. أنت في ساعة الخطية بتنسى وعود الله وبتنسى الأبدية، بتنسى الأبدية. وتنسى أنك تقف أمام الله وتعطي حسابا عن كل هذا. وبتنسى أن ربنا قدوس وبقول لك كونوا قديسين كما إني أنا قدوس. مش بس قال كونوا تائبين، كونوا قديسين. واللي ما يتوبش هيوصل للكمال إمتى؟ لما لسه في الخطية. إمتى ده الكمال؟ عايز يخرج من الخطية بالتوبة، ومن التوبة للنمو، ومن النمو فين وفين لما يصل للكمال. لكن إذا كان لسه قاعد محله في الخطية ما بيتحركش، يبقى هيصل للكمال إزاي؟ في كل مرة تخطئ فيها اشعر انك انت صرت اضحوكا للشياطين واصبحت لعبتهم، لعبتهم. يعني الشيطان لعبته هي الانسان، يلعب بيه. لما تيجي تتوب ضع في نفسك ان التوبة دي مصالحة مع الله، لانك في حالة الخطية بتبقى في خصومة مع الله. في حالة الخطية بتبقى في خصومة مع الله، مش بس منفصل عنه، في خصومة مع الله. واذا زادت خطيتك تبقى في حالة عداوة مع الله. عشان كده يعقوب الرسول بيقول محبة العالم عداوة لله. انت تقبل على نفسك تبقى عدو لله؟ لازم الواحد يفوق لنفسه. ان ما فاقش في اي يوم على الاقل في بداية سنة جديدة يحاول يفوق، يفوق ويصحى لنفسه ويقول له يا رب، يعني مش بس تنجيني من خطاياي اللي أنا مشمئز منها، تنجيني من خطاياي اللي أنا بفتخر بيها. ما في واحد بيفتخر بخطاياه، وعنهم قال بولس الرسول قال فخرهم في خزيهم. نجيني من الخطايا اللي هي حلوة في عيني. مش بس تديني قوة لأن أنا أتوب، نجيني من الخطايا اللي أنا مش عايز أتوب، مش قادر أتوب، لا مش عايز. هدي أصعب.
كلمة مش قادر يتوب دي معناها نيته طيبة بس إرادته ضعيفة، لكن مش عايز يتوب دي معناها إن الخطية بقت بتجري في دمه، بقت بتجري في دمه. وساعة الخطية إنك أنت افتكر إنك أنت هيجي يوم تقف تتناول من جسد الرب ودمه. إزاي جسد ربنا يخش في جسد خاطئ وفي فكر خاطئ؟ في حالة الخطية أيضا بتفقد شركة الروح القدس. في بركة الناس بنقول نعمة الابن الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. أهي الشركة دي بتفضها ساعة الخطية، لأنه لا شركة للنور مع الظلمة. تقف لوحدك كده تعبان. المهم ان الواحد يتوب ويعوز يتوب ويقدر يتوب ويصلي انه يتوب. وتفضل ونصلي.